بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة آية استوقفتني وأحببت أن أتدبرها وأتأملها معكم عسى أن ينتفع بها من حرم نعمة الولد، طبعا الله تعالى يجعل من يشاء عقيما ويهب الذكور لمن شاء، يهب الإناث لمن شاء هذا أمر متعلق بإرادة الله عز وجل ولكن نحن أيها الأحبة المطلوب منا الدعاء لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. والله تبارك وتعالى عندما يريد أن يرزقك الولد يلهمك الدعاء الصحيح. هو مكتوب عنده عز وجل أنت لن تغير ما كتبه الله لك. ولكن من من الأشياء المكتوبة عنده عز وجل أنه يكتب لك أيضاً الدعاء فتدعو بهذا الدعاء فيكون سببا او قد يكون سببا باذن الله لانجاب الولد. سيدنا زكريا عليه السلام كما في بعض التفاسير جاوز الثمانين من العمر وليس عنده ولد. وعندما راى السيده مريم وما ما ما, ما لديها من رزق كريم كان الله يرزقها من حيث لا تحتسب. عندما قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب طبعا هنا سيدنا زكريا نادى ربه تاملوا معي قوه هذا الدعاء ايها الاحبه وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين انظروا الادب مع الله هو يشرح وضعه لله عز وجل يقول يا رب لا تذرني فردا اي وحيدا ارزقني الولد ولكن هو طلب بصوره مهذبه صوره فيها خشوع لله فيها يعني ترغب بما عند الله وتخشى عذاب الله رغبا ورهبا وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له، هنا حرف الفاء حرف يدل على سرعه الفعل يستخدم في اللغه العربيه للاشياء الخاطفه، يختلف عن الواو الذي فيه زمن وفيه تراخي نوعا ما، الفاء سرعه الاستجابه. فاستجبنا له. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم طيب ما هو السر أيها الأحبة لماذا استجاب الله دعاء سيدنا زكريا عليه السلام كثير من الناس اليوم حرم الولد ويدعو ليلا نهارا لا يستجاب دعاؤه لماذا هنا يجب أن ندرك السر في استجابة الدعاء أيها الأحبة ليس مجرد الكلام الدعاء ينبغي ان ينطلق من قلب نقي قلب معلق بالله قلب مؤمن لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في نفس الايه انهم كانوا يسارعون في الخيرات هل تسارع في الخيرات هل تبحث عن فقير انت تبحث عنه وتذهب اليه لتعطيه من مال الله الذي اعطاك ام تجلس وتنتظر حتى ياتيك هل تبحث عن انسان يدعو الى الله فتذهب لتعينه على امر دعوته الى الله سبحانه وتعالى هل تسارع لانقاذ انسان يحتاج لك هو بحاجه لمساعدتك بحاجه لان تقضي له حاجه من حوائج الدنيا هل أنت الذي تذهب إليه أم تجلس وتنتظر؟ هنا الفرق أيها الأحبة، هؤلاء الأنبياء كانوا هم من يسارع، لم يقل يسرعون، هناك فرق أيها الأحبة. لم يقل يسرعون في الخيرات مع العلم أن السرعة في الخيرات أمر عظيم، ولكن استخدم القرآن صيغة مبالغة قال يسارعون، يسارعون. يبالغون في السرعه وفي الخير انهم كانوا يسارعون في الخيرات لم يقل بالخيرات في الخيرات كانه يريد ان يقول لك كان هذا النبي الكريم كان كل شيء حوله خير اي فعل فيه خير يفعله اي عمل استطيع ان افعله فيه خير يجب انا الذي أسرع لا انتظر ايها الاحبه ما سبب مصائبنا اليوم ما سبب هذه الـ 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 الاختبارات والبلاء وهذا هذا الوضع الذي نعيشه اليوم في العالم الاسلامي بخاصه ما هو السبب ايها الاحبه اننا لا نسارع في الخيرات حتى عندما ياتينا شخص يحتاج لمساعده يحتاج لمال، يحتاج وانت قادر على ان تعطي، لا تعطي سبحان الله. الاخ لا يعطي اخاه، الابن لا يعطي اباه. كيف كيف سيستجيب الله دعاءك ويرزقك الولد؟ اذا قبل ان تدعو هذا الدعاء يجب ان تحقق شروط استجابه الدعاء. انهم كانوا يدعوننا رغبا رغبه بما عند الله ورهبا خوفا من عذاب الله وكانوا لنا خاشعين حياه هذا النبي الكريم سيدنا زكريا كان في حاله خشوع 24 ساعه خاشع في الليل خاشع في الصلاه يخشع في معاملاته مع الناس يخشع في اذا غضب يغضب لله تعالى وليس لامر من امور الدنيا في صدقته يكون خاشعا وكانوا لنا خاشعين إذا ينبغي أن تحقق هذه المعادلة ثم تدعو بهذا الدعاء والاستجابة مؤكدة مئة بالمئة أن تسارع في الخيرات لا تنتظر وتجلس سارع أنت بادر أنت اذهب ادعو الله رغبا ورهبا كن في حالة خشوع لا تقل أنا لدي عمل ليس لدي وقت لحفظ القرآن ليس لدي وقت لي آه أن أتفقه في الدين أو أن آه أتدبر القرآن أين الخشوع وكانوا لنا خاشعين لذلك أيها الأحبة احفظوا هذا الدعاء وبخاصة لمن حرم الولد يدعو به وأنا أحب دائما أن أستخدم الرقم سبعة في الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه الرقم سبعه مهم جدا وهو عدد ايات فاتحه وهي السبع المثاني. الله سبحانه وتعالى يقول وزكريا اذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، احفظوا هذا الدعاء وادعوا به واعملوا بشروطه والله سبحانه وتعالى سيجيب الدعاء س يعني تاتي الاجابه مباشره باذن الله تبارك وتعالى كما استجاب لسيدنا زكريا عليه السلام نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته